أعماق أعماق ريف مصر. يعني أنا اتولدت في قرية اسمها الحلوات شرقية، ما هياش لمركز ولا مديرية ولا أي حاجة، قرية صغيرة في أعماق ريف الوجه البحري عندنا في مصر. وعن أب مزارع، وكان يملك حوالي 30 فدان، وعلمنا. أنا شخصيا كانت ميولي بالنسبة للعلم كلها منحصرة في الفن. يعني لو أقول لك إنه أنا لما وعدوني، أنا أبويا وأمي ماتوا أنا ما شفتهم شيء ولا أعرف شيء عنهم تقريبا. إنما يعني خالي وأخويا إسماعيل لما وعدوني إن أنا بعد ما أخلص الشهادة الابتدائية هلتحق بمعهد الموسيقى، خدت الشهادة الابتدائية وأنا عندي 11 سنة. مستعجل جدا. وفعلا رحت بعد كده، رحت معهد الموسيقى العربية وقعدت فيه في القاهرة، في القاهرة، وقعدت فيه خدت الست سنين بتوعه في اربع سنين. وبعدين درست المعهد العالي للموسيقى المسرحية وتخرجت، وكنت الاول على دفعتي في عزف آلة الأوبوا. المعهد الموسيقى العربية انا خدت قسم اصوات، المعهد العالي خدت قسم آلات عازف، فتخصصت في آلة الأوبوا اللي حضرتك قلت عليها. بس أنا طبعا في حياتي اللي قبل ما أبقى مطرب كنت بحب أوي 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 إن أنا أسمع الأغاني، وكنت دايما أسهر جنب الجراموفون أو الراديو، وكان حب صوت ليا في المطربين والمطربات هو الأستاذ محمد عبد الوهاب. فأنا تربيت على يعني أغانيه وعلى صوته. بس وكيف الفرصة اللي تحولت فيها من عازف إلى مطرب؟ يعني لا شك في حادث حصل. أنا لما كنت في معهد الموسيقى المسرحية كان زميلي الأستاذ كمال الطويل، أنا بقى خدوني لصغر سني، خدوني في قسم الآلات أعزف على آلة الأوبوا لأنه ما كانش حد تقدم لها خالص، وهي آلة نادرة. عاوزة شباب. ولا أبدا، نادرين العازفين عليه. فالأستاذ المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي الله يرحمه قال لي أنت يا عبد الحليم أنا عايزك تتعلم الأوبوا وتعزف عليها. فقلت له حاضر. قال لي وانا بعمل لك خدمه، لانه انت دلوقتي درست الاصوات في المعهد الموسيقى العربيه، ادرس الالات والموسيقى في المعهد العالي علشان تبقى مطرب حتى مثقف موسيقيا. فانا بخدمك. وفعلا دخلت على الأوبوا، وتصادف ان الاستاذ كمال الطويل انا كنت اعرفه قبل المعهد، فهو كان طالب في قسم الاصوات مطرب يعني، فتحضر معه الدروس. لا ابدا، اللي حصل ان هو صديقي وكنا دائما مع بعض، فكان مثلا يجي يمسك الجورنال يروح ملحن اي كلام في الجورنال، فانا اغني هذا الكلام، فهو يقول لي صوتك حلو، انه انت بتلحن حلو. وبعدين لما تخرجنا وانا اتعينت مدرس موسيقى في وزارة التربية والتعليم عندنا. ماهيتك كانت كام؟ سؤال كده عرضي. ماهيتي انا كنت درجة سادسة. لا كنت باخد ماهية كويسة تقريبا. تقريبا كانت وقتها حوالي 15 جنيه او حاجة كده. نعم. ودرجة سادسة فنية يعني. دي اختصاص. اختصاص بياخدوها المتخرجين من الجامعات. بعد كده لما تخرجت اتعينت بقى في بلد بعيد عن القاهرة، فكنت باجي كل يوم. وبعدين الأستاذ كمال الطويل اتعين في قسم الموسيقى والأغاني في الإذاعة، فرحت أزوره بعد سنة، فقال لي ما تيجي تقدم في الأصوات. يا سيدي لا، أنا عايز أبقى موسيقي ومش عارف مايسترو بتاع أحلام يعني. قال لي لا بس تعال. فقدمت نجحت. لم يكن ما كان خاطر ببالك اطلاقا غني. اطلاقا ان انا اغني. انا فعلا كان كل املي واحلامي ان انا ابقى موسيقي كبير ومايسترو او مؤلف موسيقي او حاجه. لما بعد كده رحت للاذاعه، وبعدين بصيت لقيتهم بيدوني كلام ما وافقتش عليه، يعني كلام انا حسيت انه من وجهه نظري انه كلام مش حلو.
وبعدين قلت لهم لا انا مش هغني الكلام ده. لو اي واحد بقى في مطرحي وكان نفسه يكون مطرب كان يتلهف على اي كلام يتلهف على الكلام ويروح مغني. فانا قلت لهم لا. قام قالوا لي طيب هات انت غنوة واعمل. فجبت الغنوة وكان لي صديق من بلدي بقى الشاعر اسمه الاستاذ صلاح عبد الصبور هو من اكبر شعراء مصر دلوقتي. ف قلت له اعمل لي قصيده. فعمل لي قصيده اسمها لقاء بعد عامين التقيناها هنا. واخدتها لكمال الطويل قلت له عايز نغني في الاذاعه لحن هذا الكلام. يا اخي بلاش كلام فاضي يا جدع روح لملحن كويس ده انت لسه. قلت له لا مش انت عايز نغني لحن. فخد القصيده ولحن. لحن بقى الجزء الاولاني في يمكن 4 ساعات والاخر كوبليه فيها يمكن في 3 اشهر. كل ده انا مستني ان انا مش يعني مش مستعجل على ان انا ابقى مطرب في الوقت اللي انا فيه عازف موظف في فرقه الاذاعه كعازف على الاجواء. معنى ذلك ما كنت باني اعمال على انك تنجح كمطرب او مش باني بان اعمال على هالمهنه بالذات مش باني. وبعدين لما تحولت الى موسيقى الحقيقة حبيت الموسيقى جدا. فالمهم رحنا سجلنا الاغنية اللي هي القصيدة دي واذيعت وكانت اول غنى دي اغنيها. اعتقد غير موجودة عندنا تذكر منها شيء؟ يمكن انا يمكن موجودة افتكر ما مش عارف. طيب بتذكرنا فيها شوي بهالعودة اللي جنبك استاذ احمد افتكر مش عارف والله. مش فاكرها قوي يعني لانه دي سنة 52 52 يعني يصير لها 15 سنة بتغني. شفت عمر كبير. سؤال يمكن يكون شوي حرش ليه بقى؟ اذا استثنينا اذا استثنيناك انت نعم واستثنينا ام كلثوم ومحمد عبد الوهاب كيف بتصنف اول 5 مطربين عرب مطربين ومطربات؟ مين بتحط الاول مين الثاني مين الثالث مين الرابع مين الخامس؟ قلت لك سؤال محرش بس حاول. معلش يعني رايك يعني عاوزين نعرف رايك. كل البلاد العربيه اللي عندنا في مصر اللي تعرفهم انت يعني مطربين أصل عرب اصل المطربين استاذ خلدون دول الوان يعني ما بقدرش. طيب نقدر ما نقول بانه ام كلثوم المطربه الاولى في العالم العربي؟ ام كلثوم لا طبعا اذا ما كانتش المطربه الاولى نقدر نقول انها مش المطربه الاولى يعني مش 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 هو مش قران لا لكن هي فعلا المطربه الاولى يعني على هذا الاساس ممكن ننطلق. لا يعني مثلا في صباح في فيروز في مطربات كتير بس ما طيب بدون تحديد مين الاول مين الثاني مين الثالث مين هن الخمسه بشكل اجمالي؟ في صباح في فيروز في نجاة في فايزة في سعاد محمد في مطربات الى الان مطربين مطربين ما في شك انه في الاستاذ فريد الاطرش. انا مش قادر افهم انت ليه ما حطيتوش اولا يعني في مستوى لانه اولا ده مطرب كبير لانه انا استثنيت ام كلثوم لانه لها وضعها الخاص وتقديرها الخاص طبعا. استاذ محمد عبد الوهاب اعتزل الغناء اعتقد نهائيا او له انتاج كميه قليله جدا انتاج مسجل هو يعني ما تقريبا ما بغنيش وبطبيعه الحال استثنيتك انت لانه مش حتجاوب عن نفسك رايك بنفسك. بقى رايك انت 5 مطربات من وفريد الاطرش. فريد الاطرش مطرب كبير جدا ده مطرب يعني لازم يتحط قبلي بكثير. على حديث فريد الاطرش سمعت بانه عمال يلحن لام كلثوم. والله انا كمان عندك فكره عن الموضوع؟ انا سمعت كده هو قال لي ان هو هيلحن لام كلثوم لكن اللي انا متاكد منه ان هو بيلحن لي يعني.
بلحن لك هلا شيء جديد. انت ما سبق غنيت لي فريد لقطاش اطلاق خالص. جاهز الاغنيه اللي عم يلحن لك تقريبا جاهز تقريبا. حافظ منها شيء انت يعني؟ مش وقته مو حافظ يعني. طيب نقدر نسالك شو اخر اغنيه لسه ما طلعت للناس؟ انت ليه ما خلتنيش اقول بقى المطربين؟ مش انت انتقل؟ طيب نرجع للمطربين. في لا انا اصل بسالك انت ليه ما حطيتش فريد الاطرش مع انه يعني من المطربين اللي اجمعت عليهم الامه انت العالم. انا عم اسالك انت وانت اللي بدك تجاوب. يعني اللي عم يصنف انت. وبعدين عندك وديع الصافي. عندك فهد بلان. عندك بعد كده عندك في محرم فؤاد، في محمد رشدي، في محمد طه، في ماهر العطار. يعني في مجموعة كلها بقى كل واحد بيعمل لون معين، يعني له اجتهاداته وله لونه اللي هو بيغني منه. استاذ عبد الحليم. نعم. كتير بتسألوا ناس ليش ما تزوجت لهلا؟ لان الجواز ده اسمه نصيب، و مش عارف ما جاتش اسمتي ونصيبي. ما في سبب تاني. ما في سبب تاني طبعا. ده اللون اللي اختاره، بس شو بتعتقد امكانياته كمطرب؟ امكانيات صوته واداء واحساسه بالاداء يعني. هو مطرب من المطربين الكويسين، لكن مش احسن الموجودين. يعني في قطعا مطربين زي انحرف فؤاد مثلا صوته اقوى واحلى، زي عندك ماهر العطار صوته ارق، لكن هو صوته في اللون اللي هو اختاره متفق معاه جدا. يعني اذا اللون اللي اختاره هو كان سبب نجاحه ربما. لا سبب لون في الكلام وفي الالحان وانا اعتقد ان اللي دل على هذا الطريق هو الاستاذ عبد الرحمن الابندي، شاعر زجال عندنا، شاعر يعني من شعراء العامية الكبار عندنا. هو اللي حط ايده على هذا الاتجاه في الاغاني. اعتقد قرأت في احدى الصحف الفنية بانه كان هناك لحن ما بذكر بالضبط، ربما اللحن كان ملحن لك لتغني انت فاخذوا محمد رشدي او بالعكس. في صحة لهالخبر؟ ما في صحة لهالخبر. بدنا نسمع هلا اخر لحن عملته انت ولسه ما طلع للناس. ما عملته انت يعني حتعمله. وفي لحن كلمات استاذ عبد الرحمن الابندي وتلحين بليغ حمدي، هو لحن المذهب. شو رأيك فيه انت لبليغ كملحن؟ في شك انه ملحن كويس جدا جدا. طيب ما رأيك بالمقارنة اللي عم تصير في بعض الصحف بينه وبين الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ لا يعني هو اصل يعني الاستاذ عبد الوهاب ده ملحن كبير جدا جدا جدا، وكل هذا الجيل تتلمذ على مزيكته.
بليغ حمدي بيمتاز ان هو بيمثل وجه هذا العصر، هو وكمال الطويل ومحمد المجد، الثلاثة دول ما في شك انهم بيمثلوا هذه الفترة من تاريخ الفن المعاصر حاليا. ويقال انه الاستاذ محمد عبد الوهاب ايضا تأثر جدا بسيد درويش، كان تلميذه اعتقد، ودول متأثرين بالاستاذ عبد الوهاب. يعني في النتيجة الكل متأثرين بسيد درويش. لا، ما هو الاستاذ عبد الوهاب تأثر بسيد درويش ثم تطور الحقيقة، تطور وخلق للموسيقى العربية كلها شخصية. بعدين جه هذا الجيل من الملحنين، كمال الطويل وبليغ حمدي والموجي، تأثروا بعبد الوهاب، ثم كل واحد انفرد بلونه. ولو شفت الثلاثة تجدهم ان هم بيمثلوا روح العصر في الموسيقى الحالية. طيب استاذ عبد الحليم، حتى اكون صريح وما حاول لف بالسؤال او بالطلب، هاي العود معك، غني اللي انت عاوزه لنهاية البرنامج، لازم تغني شو انت والعود معك وتصرح كما تشاء. لا 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 لا، لازم تسمعنا ولا تعبان. طيب بختار اي اغنية كاملة غني لها على العود، اغنية من اغانيك. ايه ما اقدرش، الناس عم تضرب، الناس عدت هواتف عم تجي عم تقول كل غنية عم تقدموا لنا منها جزء صغير. طب انت قدم لنا انت غنوة. هو في اغنيتين محضرينهم اغاني جديدة من اغانيك اللي احضرناهم خصيصا للبرنامج واللي لسه ما انذاعوا، هدول حاتركهم حتى نهاية البرنامج. بس هلا بدنا نسمعك على العود، اللي بيخطر ببالك. انت بقول ايه اللي بيخطر ببالك بدون تحديد؟ مش عارف يعني حقيقي. انا بحبيبها مثلا، شوي من حبيبها او غيرها تختار. هذا الحاح، الحاح المشاهدين اكثر من تليفون، مئات تليفونات عم يجي انه عم يغني قطعه صغيره، بقى ارجو انك تلبي الطلب. لكن لأني تعبان. الله يعطيك العافية.
نحن اسفين انه عم ناخد من وقتك وعم نزعجك. الاغاني اللي حضرتك هتقدمها دي احنا عاملينها يعني علشان تبقى نوري ازاي ممكن تبقى الاغنيه التلفزيونيه. طيب يعني نشوف أغنية كاملة ونكون بهالطريقة حققنا طلب المشاهدين أنه قدمنا لهم أغنية كاملة ونرجع نستمر بالحديث. أغنية أحبك. أحبك. طيب الصورة طبعا بتجب على المطرب انه يكون ممثل وفعلا ظهر في الاغنية انه عم تبذل مجهود بالتمثيل ما بيقل عن الغناء. لانه دي بليباك يعني مدبلجة يعني الصوت مسجل سلفا بعدين مصور. من هون بيخطر ببالي سؤال تاني بقى. كنت عم تعزف على البيانو بالتسجيل. هل ترى بتعرف تعزف بيانو؟ طبعا تعرف تعزف من درسنا يعني معلوماتنا الى الان عود بيانو أبوة. شوفي تعرف وبعدين باقي الآلات كلها عندنا فكرة عنها لأنه لما كنا بنتعلم هارموني لازم نعرف كل الآلات وكل وظائفها يعني ممكن تدي لغاية إيه وإزاي ويتكتب لها إزاي فعندنا فكرة. لكن البيانو كان أساس في الهارموني يعني لازم نتعلمه علشان نعمل عليه التوزيع. ثقافتك ده حقيقي أنا يعني لسه في أعماقي أشياء عايز اديها. ايه هي انا لغايه دلوقتي مش عارفها لكن بحس انها اكبر بكتير جدا جدا من اللي اديته للناس. طيب وفلسفتك للحياه بصوره عامه يعني انا الحياه دي الانسان بيجي ويمر فيها في مشوار سواء كان طويل او قصير ويروح. فإذا الإنسان محطش علامة في هذه الحياة أنا أعتقد أنه يبقى ما عملش حاجة وأنه يبقى يعني مجرد إنسان بيعبر الحياة وخلاص. يعني أنا أعتقد أنه ربنا خلقنا علشان نضيف شيء إلى الحياة نجمل الحياة للي بعدنا أو اللي موجودين في وقتنا. دي الفلسفة اللي أنا بعتقد أنه يجب أن هو ينظر لها كل فنان أنه هو لابد وأن يضيف شيء للحياة يجملها مش يدمرها أو يخربها يجملها. فأنا لغاية دلوقتي ما أعتقدش أن أنا أضفت هذا الشيء إنما تطمح إلى أن أتمنى أن أضيفه. و فلسفتي في الحياة هو الإيمان بربنا والإيمان بالناس والإيمان والثقة بنفسي مش غرور لكن الثقة في نفسك اللي تدفعك على إنك أنت يعني تعمل اللي أنت بتحسه وتقول اللي أنت مؤمن به مهما كان تمن. فده اللي أنا بقوله. وبعدين طول ما انت ماشي عدل بيحتار عدوك فيك وطول ما تمشي عوج معوج يعني بيحتار حبيبك فيك. فدي الحاجات اللي بتتمس واسعد لحظة مثلا من اللحظات اللي انا بعيشها ان انا اشوف ان انا اديت سعادة لبعض الناس يعني اي ناس واخد بالك يعني. وانا بغني لما بشوف الناس سعداء بحس انه انا عملت حاجة. فما عرفش اذا كان دي فلسفة ولا ايه. لا فلسفة. في نهاية البرنامج قبل ما نختتم البرنامج في اغنية من اغانيك حرام يا نار اللي اهديتنا اياها. ممكن تعطينا فكرة عن موضوع الاغنية قبل ما نشوفها. هو الاغنية يعني زي ما تقول انه فيه مكان كانوا بيلتقوا فيه اتنين بيحبوا بعض وبعدين فرقتهم الايام فهو راح يلجأ الى هذا المكان فلقاه مدمر.
مخرب. فبيقول حرام يا نار خليتي ايه من نار حبي. فنشوف يعني نسمع حوالي يعني عن اي مكان جميل بيخربه بعض الناس يعني. طيب نشوفها مع بعض. مساء الخير. النهاردة هنشوف حكاية صغيرة. حكاية مكان كان أجمل مكان بيتقابلوا فيه اتنين. ودعته لأنها مسافرة دلوقتي. وهو حزين لسفرها. بيفكر فيها. راح للمكان اللي كانوا بيتقابلوا فيه. لكن حتى المكان الجميل. تعالوا معايا نشوف ايه اللي حصل. حرام حرام يا نار، ايه اللي فاضل من حبي؟ حرام حرام، خليتي ايه من نار قلبي؟ حرام حرام يا عبد الحليم. اللي بعرفه بانك اشتهرت كنجم، يعني الشهرة بدأت بالنسبة لك في دمشق، صحيح الكلام؟ هو انا بعد ما قدمت قصيدة لقاء، اللي حصل انه بعد كده جت لجان بتسمع وبتاع الاغاني، فقالوا لا ده راجل بيغني بطريقة الخواجات في الإذاعة في الأثر. فأذكر أنه جت بعثة من الإذاعة في وقتها في دمشق، من دمشق، كانت على بعثة فنية عشان تسجل المدربين. كان على رأسها الأخ صباح أباني المرحوم عبد القادر. وبعدين بعد كده سجلوا لي أغاني، كل الأغاني اللي رفضتها الإذاعة. كانت هذه الأغاني صفيني مرة، صفيني مرة سجلتها إذن لإذاعة دمشق في الأول، صفيني مرة وعلى قد الشو، وأغاني عدد كبير من الأغاني، وأذيعت فعلا في دمشق، وظهر صوتي في هذه الأغاني في دمشق. وبعد أن نجحت في إذاعة دمشق رجعت تبنتك إذاعة القاهرة. طيب إذن يعني نعم بيصر لنا حق انه اخذنا شوي من وقتك. لا ابدا، ده انا مش كده بس، ده يعني انا سعيد انك انت اخذت هذا الوقت مني، وانا سعيد اكتر ولا شك بشكرك نيابة عن السادة المشاهدين اللي فترة طويلة مضى دون لقائهم معك طبعا عبر الشاشة. بهالمناسبة شو بيعجبك بدمشق؟ كل دمشق، كلها، كل شيء فيها، كل حاجة فيها. طيب ما تقدر أسألك شو ما بيعجبك فيها. طيب في نهاية المقابلة أرجو أن تقبل الدعوة لأنك تتحدث بكلمة إلى المشاهدين في القطر العربي السوري اللي بيقدروك وبيقدروا أنتاجك الفني، فالشاشة على حسابك. لا أبدا أستاذ خلدون، هو أنا عايز أقول لشعب العربي السوري أنه
بقدر هو ما بيقدر فني فعلا انا بحبه. وهذه الفترة اللي انا ما جيتهاش اللي هي 4 سنين وحشوني جدا جدا جدا، وحشتني دمشق وجميع سوريا والناس اللي في سوريا، ويعني مش قادر اقول لك ايه. وانا بقدر اقول المظاهر الاستقبال اللي كانوا يلاقوك فيها في كل منطقة كنت تتحرك، كان آلاف الناس يرافقوك ويحاولوا يشوفوك عن قرب، هذا دليل آخر عن محبتهم لك. مرسي قوي، وربنا إن شاء الله يديم هذا الحب، لأنه يعني أنت متعرفش أنا بتأثر قد إيه لما باجي هنا وبقدم يعني بعض فني المتواضع للشعب السوري. طيب أستاذ عبد الحليم، شكرا جدا، ونرجو أن نلتقي في فرص قادمة. ألف شكر. ألف شكر.